يعني قمر حديد بايت جوه الايه؟ الخرسانه، عليه كيسنج كده، فانت هتشوفه في الاخر عمود ايه؟ خرسان، انت مش هتشوفه حديد خالص، لان الحديد جواه في قلبه مستخبي. ده اسمه انكيس ستراكشر. ده بيبقى فيه ثلاث حاجات، في كونكريت اللي هو خرسانه، في ريبار اللي هو الحديد الايه؟ التسليح، وفي ستيل سيكشن. الستيل هيبقى ليه اريا اسمها اريا ستيل. والريبار اللي هم السياخ يعني هيبقى ليه اريا هنسميها اريا ريبار. والكونكريت هيبقى ليه اريا هنسميها اريا ايه؟ كونكريت. دول الثلاث رموز اللي موجودين فين في الكود، والدرس ده على بعضه موجود في الكود صفحه 190. انت هتفتح صفحه 190 دي هتلاقي نفسك شويه حاجات كده بتتعامل معاها. الميزه في الكود ان بحاول اعلمك بلغه الكود، لانك بره حتى لو عاوز تدرس الكود الامريكي فانت هتروح تجيب الكود، فلازم تبقى عارف بس المعادلات. واحنا اتعودنا ما نحفظش حاجه، بس انا افهمك ايه الكونسبت. يبقى دلوقتي عندنا كلمه انكيس دي معناها كده، انفيلد العكس، الحديد بره اسطوانه كده او بوكس حديد اهو، والخرسانه فين بقى؟ جوه. فانا اللي هبقى شايفه من بره من يمين الستيل هو اللي هبقى شايفه. هنا ممكن ما احطش تسليح خالص، لان الخرسانه عاوزه تسليح براها عشان يعمل لها كونفاينمنت عشان مشاكلها. فهنا الخرسانه عشان هي اللي بره فانا لازم احط لها كهنه وتسليح. هنا الاسطوانه الحديد تنفع تبقى هي التسليح بتاع مين؟ خرسان. ده مش معناه ان جوه مفيش، عاوز تحط بقى ايه؟ حط، يعني هنا ينفع يبقى كده وهنا يبقى هيبقى كده. وينفع كده بلس ايه كمان بقى؟ حديد. طيب اللي بره برضه اسمه اريا ستيل، واللي جوه ده اسمه اريا ايه؟ كونكريت، ولو في ريبار هيبقى ليه اريا ايه؟ ريبار. الريبار ده ليه اف ييلد، ممكن استخدم حديد التسليح حديد 36 اللي هو اسف 3600، فهنسميها اف ييلد ريبار. الستيل ممكن ابقى مستخدمه انا حديد مش 36 بار، اللي هو حديد اللي احنا نسيب 37 مثلا عندكم، فهتلاقي ده ممكن يبقى له اف ييلد بتاعته هنسميها اف ييلد ايه؟ ستيل. دي ممكن تبقى 2.4 2400 ودي 3000 وايه؟ و600 في نفس الوقت. والبتاعه دي ليها رمز اسمه اف ايه بقى؟ اف سي. ماشي؟ الحديد له اي ثابته هنا وهنا هنسميها اي ستيل، اللي هي عندنا بتبقى ب 2000 وكام؟ و100. والبتاعه دي ليها اي هنسميها اي ايه؟ كونكريت. دي الرموز اللي موجوده في صفحه 190. شويه رموز كده هيقول لك اي ار واي اس واي سي ومش عارف اف فيلد ار واف فيلد ايه؟ اس، فانت لازم تبقى فاهم هي ما هي الا ريبار. ريبارز دي معناها حديد ايه؟ تسليح. الريبارز اللي هي حرف الار. يبقى الاريا ار دي معناها ايه بقى؟ مساحه حديد التسليح، والاف ييلد ريبار الاف ييلد بتاع حديد الايه؟ التسليح. هم دول مختلفين عن التانيين؟ اه. مش لازم دايما ان دي تتاخد زي دي، ما لهمش علاقه ببعض بقى. طب ايه الفكره كلها بقى؟ عاوز اشيك على ده كولم. البتاع ده يبقى كولم، يبقى بيم، يبقى بيم ايه؟ كولم. انا اشرحه لك بيم كولم اللي هو الحاله الايه؟ العامه. لما يبقى بيم كولم والمومنت بصفر، حط المومنت بصفر فهيطلع كولم. يعني البيم كولم دايما اللي يفهمه يفهم الـ كل حاجه. هتلاقي في معادله اسمها الانتراكشن ايكويشن اللي انتوا خدتوها زمان، اللي هي ايه الانتراكشن ايكويشن دي؟ كان يقول لك اف سي اكشوال على اف ايه؟ سي. ده لو نورمال، بس ده لو كولم. زائد بقى لو هو بيمه هيبقى في حاجه اسمها اف مش عارف اف بندنج كريتيكال اكس على اف ايه؟ مش عارف كريت بندي باين او اف بيسموها بي اكس ازاي؟ اي دي البي اكس اكشوال يعني على ايه؟ على الاول في اريا مش عارف 1 زائد كذا في اريا 2 اقل من كام؟ 1. انا عاوز اعرف دول لو عرفتهم بالنسبه للقطاع العادي هشيك على القطاع العادي، لو عرفتهم بالنسبه للقطاع الغريب ده هعرف اشيك عليه. هم بالنسبه للقطاع الغريب ده فيهم مشكله. ايه المشكله؟ مين اف سي اكشوال؟ المعادله اللي مكتوبه في الكود صفحه 190. اف سي اكشوال دي كاتبها لك في الكود صفحه 190، بيقول لك اقسم مين على مين؟ اللي فاكر بقى نورمال على اريا مين؟ اه زمان ما كانش في غير ستيل، فكنا بنقسم على اريا مين؟ ستيل فقط، صح كده؟ هنا بقى بنقسم على مين؟ اريا ستيل فقط. هو يا عم تقول الخرسانه ولا اي حاجه بلح. طب والريمار بلح برضه. ما انا هستفيد منه في ايه؟ استفيد منه في دي. ما ينفعش اديهم لك في البسط واديهم لك في نفس الوقت ايه؟ في المقام. فبقت مدارس في اكواد تقول لك ايه؟ احنا نلعب في الاكشن. في ناس تقول لك احنا نلعب في مين؟ في الالاو. ما تيجي نستفيد بالخرسانه ترفع لنا في مين؟ في الالاو. لكن احنا اوريدي بنتكلم على القطاع انه برضه ستيل. طيب ايه في بين احنا عارفينها بقى.
اللي هي ام اكس على مين؟ زد اكس بتاعت مين؟ سكي. وكاتب لك تحت هنا كده وير زد اكس سيكشن مودلس فور ستيل سيكشن اونلي. خلاص يا باشا يبقى انا فور ستيل سيكشن اونلي تشيك. يبقى انا كده بتشيك على ستيل. او يعني ستيل ده ما استفادش في الخرسانه اللي حواليه، استفاد يا باشا بس في مين بقى؟ في الالو بس. جي على دي حط حرف الام جنبها، وجي على دي حط حرف الام جنبها. ايه الام دي؟ موديفايد. ايه بقى موديفايد دي؟ يعني الرقم ده هو هو ال 250 كيلو بتاع الخرسانه، هو هو اسف اللي بتاع التحاليل. لا 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 ولا ليه علاقه بيه. يبقى انت بقى وريني مين؟ اف سي موديفايد واف يلد ايه؟ موديفايد. تعال نجيب مثلا اف يلد موديفايد عشان سهله الاول حافظها. اف يلد موديفايد هي الاف يلد بتاع الحديد ولا لا؟ اه اللي هو احنا بنسميه اف يلد بتاع مين؟ الستيل. وزادت هبابه كده. اكيد زادت بنسبه الاف يلد بتاع الربار، بس بنسبه قريه الربار لقريه مين؟ الستيل، من الجزء مجموع الاجزاء. فلو هما ايكوال يبقى هتديها 100%. يعني الربار هيزود ده 100%، لو هما نصها صلاح نظر هيديها نصها. تعالوا لو هما ربعها هيدوها ايه؟ ربعها وهكذا. زائد قرية الستيل برضه فضل مين اللي لسه ما قلناهوش؟ الكونكريت على قرية مين؟ الفيلد موديفاير نسبة من اف. لا انا اسف مش هتاخد حاجة من مين؟ من الكونكريت، هتاخدها في الاف سي بس خلاص. خلص كده الكلام. يبقى دلوقتي عشان حتى زمايلنا لسه داخلين، كلمة قطاع انكيز معناها حديد وحواليه شوية خرسانة، الخرسانة دي بالحديد التسليح ده بيقووها شوية. فعشان يقووها التشيك بتاع القطاع ده كما لو انه ستيل عادي خالص. لا فمثلا لو عليه بين كولم نورمال فورس ومومنت، المفترض ان احنا بنقسم حاجة اسمها اف سي اكشوال على مين؟ على اف سي. وكنا بنقسم اف بندنج اكس مثلا على اف بندنج كريتيكال اكس. مين اف اللي هي بتاعت النورمال؟ بنقسم النورمال على مساحه الحديد لوحده، مالكش دعوه باللي حواليه. المومنت ام اكس على زد اكس بتاع الحديد لوحده. الميزه في الانكيز هي تحسين الخصائص، تحسين المقام وليس تحسين الايه؟ البسط. المقام ده في اف سي موديفايد وفي اف يلد ايه؟ موديفايد. اف يلد موديفايد مكتوبه في الكود ننقلها، واف سي موديفايد مكتوبه فين اصلا؟ في الكود، وخلص الدرس اصلا. بس انا لازم ابقى فاهمك هو هو جابه منين؟ يعني ايه اف يلد موديفايد؟ جابها منين اف يلد موديفايد؟ قال لك اف يلد المفروض الاساسيه بتاعت القطاع الستيل، كما لو ان ما حولوش عليه مفيش حواليه حاجه. فاف يلد موديفايد ما هي الا اف يلد بتاعت الستيل اللي هي 2.4 على حديد 37 زائد جزء من الاف يلد بتاعت الربار. الربار غالبا مش لازم يطلع 37، يعني ممكن يبقى حديد 3600 اللي هي الرقم ده يعني 3.6 ماشي. 3.6 توحد الوحدات بقى، يعني بتوع الخرسانه بيكتبوها 3600، احنا بنكتبها 3.6 ودي بنكتبها احنا 2.4 او 3.6 حسب النوع الايه؟ الحديد. بس بنسبه قريه الربار الى قريه ايه؟ السيخ. فلازم اعرف قريه الربار كام؟ هم عندي كام سيخ؟ 4.16. السيخ ال 16 كام؟ 2 سم. يبقى الاربعه دول بكام دلوقتي؟ ب 8 سم. كيف ال 8 سم؟ دي اسمها قريه ربار. طب ايه اريا ستيل؟ اخش الجداول بتاعت القطاع الاي بين ده واجيب له اريا، هو ده الاريا ستيل. طب ايه نسبتهم لبعض؟ نسبه ده الى ده كنسبه من الاف ايه؟ يل تديك نسبه التحسين في مين؟ في اف يل. طب هتخيل ان نسبه الريبار دي قد مين؟ قد الستيل، يعني ده ب 1. هتلاقي لو ده 2.4 وده 2.4 يبقى كده اف يل بتاع الجواني بس 4.8 كما لو انه يعني ايه؟ هو مش هم هو ما انا كده كده اما جيت هنا ما قسمتش على قريتهم ايه؟ كلهم، انا قسمت على مين؟ على الجواني بس. عشان كده في ناس دايما بتتلخبط في الحته دي، يقول لك هو مش الحديد ده هيشيل شد اللي هو ريبار؟ هيشيل، كنت المفروض ان اقسم على مين؟ على الاريا بتاعته، يعني اريا الستيل واريا الستيل اللي بره كمان. ما انت لو قسمت وقارنت بمجموع الاف يلد انت ما عملتش حاجه. احنا بنقول ان احنا بنقسم على اللي جوه بس وبنقوي مين؟ اللي بره. يبقى اللي جوه ده استفاد حاجه من اللي بره ولا لا؟ استفاد طبعا. خلى الاف يلد بكام؟ هل خلاها ب 2.4 زي زمان ولا خلاها 4.8؟ خلاها 4.8 لو دول ايكوال مثلا او اقل شويه او زياده شويه، عشان كده بقى في معادله. بس ايه اف سي موديفايد دي؟ هي ايه اف سي اصلا؟ كنت بتجيبوها ازاي؟ كنت بتجيبوا لندا، ولندا دي ال على ايه؟ على اي، اكتر من 100 يا اقل من 100. هتلاقي كاتب لك القانون ده مرتين، مره لو لندا اكتر من ايه؟ من 100، ومره لو اقل من 100. طب لو هو اقل مثلا
هل القانون اللي هو 7500 على مش عارف مين ده اختلف سنه كده، كاتب لك، كاتب لك 3 علامه 5 7 اي ستيل على، لان هي باي سكوير اي اي في اي على ال سكوير حاجه كده يعني، يعني كاتب لك معادله كده زائد جزء من اف سي بتاعت مين بقى؟ الخرسانه. كاتب لك اف سي بتاعت الكونكريت مضروبه في اي كونكريت على اي ستيل. يعني انت لازم تبقى عارف اي بتاعت الكونكريت بكام واي بتاعت الستيل بكام، كلهم جبن. يبقى اذا ده لو اقل من 100، ولو اكثر من 100 قانون شبهه كده بس واحد تاني. تمام؟ ما فيهوش اي حاجه غير الرموز دي. طب جبت الاف سي موديفايد، هل هتطلع لو الخرسانه مثلا اف سي بتاعتها ب 300 هيطلع الاف سي بتاع الشكل ده ب 300؟ لا. هيطلع الاف سي بتاعت الحديد لوحده اللي هو الترم الاولاني ده؟ لا برضه. هيطلع ايه بقى؟ مجموعهم، يعني مجموع دي ودي. فاكنك قويت اجهاد الضغط عند القطاع الستيل. بس هو ده الدرس. تبقى في حاجه اسمها انكيز، الانكيز ده شبه مين اصلا؟ انفيل، شبه بعض، ما لهمش علاقه ببعض، يعني مش ما لهمش علاقه ببعض. الاثنين حاجه واحده، واحد الحديد بره واحد الخرسانه ايه؟ بره. كل ميزته بتتعامل معاه حضرتك كما لو انه ستيل سيكشن بس. في الاكشوال. فورس على اريا ستيل بس. ام اكس على زد اكس ستيل بس، ام واي على زد واي ستيل بس، كما زي زمان. مشكلتك في الالاوبل، الالاوبل ما بقاش ولا كونكريت ولا خرسانه، يعني ما بقاش زي بتوع الخرسانه ولا ستيل. بقى مجموعه منهم. فعلى سبيل المثال اف يلد بقت اسمها اف يلد ايه؟ موديفايد، ولازم تجيبها من الكود. يبقى المعلومه الوحيده اللي انا جاي اشرحها لك بس النهارده ان القطاع ده ملوش اف يلد اللي انت حافظها. له اف يلد ايه؟ موديفايد. ومالوش اف سي اللي انت حافظها بتاعت الستيل سيكشن. له اف سي موديفايد بتيجي من صفحه 190 في الكور. خش جيبها بقى هتلاقي نفسك بتعرف تجيبها. داخلها كام رمز؟ الست رموز دول. ايه بقى الست رموز دول؟ عرفناها. اللي بتتلخبطوا فيه بس اريا كونكريت، الباقي كله بتعرفوا تحسبوه، حتى الاريا كونكريت كلكم بتحسبوها غلط. لو القطاع ده 50 كده او 20 في 50 يبقى اريا كونكريت بكام؟ مش 20 في 50. هتضرب الرقم ده في الرقم ده اللي هو ال 20 في 50 هيطلع لك 1000. هتشيل منهم ال اكن الثاني ده بالنسبه لهم هوا، يعني الكونكريت ما تبقى من مساحه القطاع مش كله في عرض. ادي اول ملحوظه، لان ملحوظه كلنا هنحسبها غلط وانا ما قلتهاش برضه. لندا الحوار ده عشان تخش في قانون اف سي لازم تجيب لندا، فلندا ال على ايه؟ على اي. مره لندا اكس ومره لندا واي. الاي مالكش دعوه اللي قلناه لك زمان، بتتكلم على الخرسانه بقى. يعني الاي مره بي في تيتا كعيب على 12 ومره تي في بيتا كعيب على 12، لان اي قطاع له انيرشيا ملوش علاقه جواه ايه. يعني شايف ان البوكس اللي وراك ده لو قطاع العمود ده 50 في 50 جوه اي دلوقتي او ما جواهوش اي مش فارق معايا. مش هو الاوتر برامتر ده 50 في 50 كعيب على 12 تديك الانيرشيا اللي عاوز تبنيه؟ خلاص. فالراجل ده استفاد 100 استفاده بقى، نقولهم تاني. واحد، الانيرشيا اقصى ما يمكن. خدت الانيرشيا اللي هي بره بره اللي هي الشكل ده مالكش دعوه جواه ايه، جواه ستيل وبراه خرسانه زي كده، او جواه خرسانه وبراه ايه ستيل. الانيرشيا اللي انت حافظها سوري اللي مش اللي انت حافظها اللي هي بي في تي تكعيب على ايه، على 12 وبي في تي تكعيب على 12. ادي واحد. الحاجه الثانيه الالاوبل كله ايه زاد بقى موديفايد. موديفايد ليه؟ والله حديد التسليح هيقوي الحديد العادي، والخرسانه في الضغط بقى هتقوي مين؟ الاف سي. يعني خرسانه هتفيد في الضغط وشويه الربار هيفيدوا في الايه؟ في الشد في الاف يلد موديفايد. بس ده الدرس. طب هنعمل بيه ايه بقى الشكل ده؟ ده براحتك بقى، تحطه في اي حاجه، تحطه في كباري، تحطه في اعمده، تحطه في فريمات، تحط طب حاجات مالها؟ حاجات عاوز اصغر السكشن على قوي واشيل اطنان ايه؟ عاليه. بعمل برج خليفه كيلو 7 من 10 1700 متر هايت، اكيد الدور الارضي ده شايل ال 1700 كلهم. لو جيت عملت عمود زي ده هيطلع الدور الارضي كله عمود، ما لو هو كونكريت ما انا مش عارف، لان حاجه ايه قال لك اعمله انكيز. بقى اول ما تيجي تعمله انكيز هتجيب اي بيم صغير، كان مشكلتك في الباكلينج رفعنا لك يا عم الانيرشيا اهو، بقى الدف ده تكعيب على 12. هذا اول مشكله. ما بقاش في حاجه اسمها لوكال باكلينج اللي هو حته فاكرين حته سي على تي ودي على تي والكلام ده، مش موجودين. الحديد مدفون جوه الايه؟ خرسان. مفيش التشيك ده اصلا، مش عايزك تعمله. تمام؟ ادي تاني حاجه، مش هتشيك على لوكال باكلينج. الحاجه الثالثه الاف يلد ما بقتش 2.4، بقت 2.4 بلس مثلا 2.4 او بلس 2.3.6 او بلس
انا عارف بفاكتور، بس حط حديد زياده وانت تزود الافليد زياده. يعني اللي انت عايز تعرف تعمله عرفت. طب لما انا زودت الاجهادات اللي هي المقام ده اللي هو الاول، اقدر بقطاع اقل اشيل ايه؟ اعلى. انا خلاص مش هلعب في اكشوال، مش هقعد اكبر في القطاع، انا هقعد اعلي في اف سي يو واعلي في عدد الايه؟ للسياسه. يعني لو فرض عليك جه المعماري قال لك بص بص يا باشمهندس انا عاوز العمود ده 50 في 50 اخرك يا عم، ده شايل 70,000 طن اهو، 50 في 50 تروح على طول دماغك لمين؟ للانكيز. يبقى انت مشكلتك عاوز تعلي الدور بقى، مش دول بقى بالنسبه لك اعتبره جيفن، واعتبر ده ايه دلوقتي؟ جيفن. يبقى مشكلتك في دول عشان يخلوها اقل من كام؟ من واحد. براحتك بقى، عندك اف سي يو اعلى لغايه 1200، في الخليج بيعملوا خرسانه 1200 عادي، 1000 اللي انتوا بتعملوها هنا 300 و250 ومش عارف مين، دي بتعلى بالاضافات لارقام ايه؟ عاليه، 1200 ووصلوا لارقام عاليه عدت ال 1000 من زمان يعني، بشويه كواليتي كنترول وشويه اضافات وكلام من ده، بتوع الماتيريال فاهمين الكلام. واعتقد انتوا درستوا حاجه زي كده، يعني مش لازم اللي هي 250 انت بتعملها هنا بالخلاطه اللي هي دي، فتقدر توصل لحاجات اعلى. الاف يلد انا اعرف اوصل لحديد 70 جريد، يعني اللي هو 52 عندنا ده معايا لغايه كام بقى انا؟ 70 هاي جريد ستيل. اي نعم بدفع فلوس شويه بس مش مهم، انت بتعمل برج خليفه، انت ما بتعملش حاجه يعني حاجه سهله سبيشال، انت بتعمل سبيشال ستراكشر، بتعمل حاجه غاليه فهتقدر تعلب دي واعلب دي وهتطلع اقل من واحد بنفس القطاع الايه؟ الصغير اللي هو ما فيهوش مشكله. مشكلتك في باكلينج، والله الباكلينج اتحسن جدا لان انا ما اشتغلتش على اي اكس واي واي بتوع مين؟ العمود خالص، مالهاش علاقه بيهم اللي هم بتوع الستيل سيكشن. طب هو اللوكال باكلينج في النوعين ما عنديش التشيك ولا النوع بس اللي لا 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 مش موجود؟ تمام. اتحسن، ما هو بص اكن التخانه دي كلها يعني العمود ده في الاخر هو حته واحده مش فلانجه وويب وفلانجه. بالنسبه للاف فيلد مضروبه برضه في 58% كده اللي هي 58 الاف فيلد اللي انا جبتها اللي هي بالديفولت. لا هو مكتوب القانون بوينت 72 على طول. بوينت 72 في اهو بوينت 72 يعني انا مثلا يعني القطاع ده الميزه الرابعه بقى ان هو كله ايه؟ بوينت 72 في اكس وفي مين؟ وفي واي. هو قطاع بوكس مش اللي عايز. هي الميزه القطاع ده انه موجود في الفوت المعادله زي ما هي. طالما انا شرحت لك الانتراكشن ايكويشن خلاص انا تعرفت الكولن. يعني لو عندك سؤال كولن هتعمل ايه؟ هجيب اف سي اكشن وقارنها بمين؟ باف سي. طب بتجيبوها ازاي الاف سي اكشن؟ بقسم الفورس على ايه مين؟ الستيل بس. والريبار ولا تشرع بالريبار بس ما هي لا ما تخافش هحسن لك حاجه ثانيه انساها بقى. يبقى على الستيل بس ادي واحد. مين الالاوبل؟ هنجيب لندا. لندا فيها فايده من الشكل ده؟ اه طبعا ده بقى اي اكس واي. عارف لندا نفسه هو حاسبها لك بس مش جايبها الا على اي خالص، كاتبها ايه؟ الا على بوينت مش عارف 2 بي. فهو حسبها زي قال ايه؟ بي في تي تكعيب على كام؟ على 12 وقسمها على الاريا اللي هي بي في مين؟ في تي تحت الجذر. راح شاطبهم وراح جاب الجذر 12 ده لقيته مش عارف بوينت 2 ولا ايه، فراح قال لك ايه؟ مره بوينت 2 اتش ومره بوينت 2 ايه؟ بي. يعني انت بتجيب اي اكس بوينت 2 بي وانت بتجيب اي واي بوينت 2 ايه؟ اكس. لا انت احسبها بقى باللي انا قلتها اللي هي بي تي تكعيب على 12 وبي تي وتي بي تكعيب على 12 عشان تبقى مركز فين اكس وفين ايه؟ واي. مالكش دعوه بالبوينت 2 بتاعته دي، بس هي نفس الحسبه. ده اول ما ملحوظه. طب لو مساله بيم بس، بيم وانا عاوز اعملها انكيس ولا حاجة خالص، بقسم ام اكس على زد اكس ستيل او ام واي على زد واي ستيل، بقارن بقى الاول، الاول بوينت 72 دايما مفيش لوكال باكلينج، مفيش لاترال تورشنال باكلينج، مفيش لانها مدفونة جوه الايه؟ الخرسانة. بقت دايما بوينت 7 اللي هو اعلى مراحل الايه؟ الاجهاد. بوينت 72 اف يلد موديفايد، مش اف يلد عايز. يعني مش اف يلد اللي حضرتك حافظها. يعني لو حديد 52 مش 3.6. رقم اعلى بايه؟ بكتير. 3.6 زائد جزء من ال 3.6 الثانيه. فالجزء ده قد ايه؟ حط ريبار زي ما حضرتك عايز هيجيب لك الجزء ده. لو حطيت ريبار قد الستيل هيديك 100%. طب ينفع احط ريبار اكتر من الستيل؟ اه. يعني ينفع تحط بره 8.32 ودول يبقوا مثلا مساحتهم من 8.32 دول لو السيخ 8 سم يعني بتتكلم 64 سم. في حين ان القطاع الاصلي 30 اديك حطيت ضعف دي. هتحط ضعف دي بلس دي يبقى انت وصلت كده لثلاث اضعاف اليلد الايه؟ الاساسي بشويه تسليح عملوا لك رفع وتحسين للالول بصفه عامه. ده الدرس.